بالفعل ظاهرة تشغيل الأطفال كتبقى ظاهرة عالمية بامتياز، والمغرب ليس استثناء، خاصة وأنه ضمن الدول ذات الدخل الفردي الأدنى، بالتالي طبيعي أنه كاين هاد الآفة هذه منتشرة بشكل كبير. لكن نستطيع القول أنه في مثل هذه الظروف ديال الفصل الصيف تتفاقم وضعية تشغيل الأطفال. لماذا؟ لأنه ببساطة كيكون هناك تشغيل في مجال السياحة، وأخطر ما نعانيه في هذا المجال هو تشغيل الأطفال لأعمال التسول، وكذلك هناك احتمال كذلك لتسخير الأطفال واستخدام الأطفال لأغراض جنسية في بعض المدن المعروفة بالسياحة الجنسية للأسف الشديد. طبعا رغم أنه حملات أمنية مشددة لتصدي لهذه الآفة، لكن لا زالت الجرائم منتشرة للأسف. والأهم في هذا الشيء كله هو الجذور أو الأسباب الكامنة وراء انتشار تشغيل الأطفال. فكما هو معلوم أن الفقر والأمية والجهل، كذلك تفكك الأسر، وكذلك انتشار ظاهرة الأطفال الشوارع، هذه كلها أسباب مباشرة وأسباب جذرية في تفاقم تشغيل الأطفال. كذلك ننسى أنه بعض أرباب الأوراش التقليدية يقومون باستغلال الأطفال لكونهم يتقاضون أجور أقل من البالغين، ولا يعرفون طبعا ولا يدافعون عن حقوقهم، وبالتالي كيستغلوها بعض أرباب الأوراش والمصانع التقليدية لتشغيل الأطفال. لكن كما سلفت ذكره أنه في مجال المجالات الأكثر خطورة هي المجالات السياحية اللي كتكون فيها استغلال لأغراض جنسية، أو كذلك كاين مجالات أخرى يمكن نعتبرها فيها ظروف خطيرة بالنسبة للأطفال، مثل مثلا الميخالة اللي كيشتغلوا في المطارح الأزبال وتيكونوا أطفال صغار ويتجولون فوق تلك المطارح، مما يشكل خطر مباشر على صحتهم الجسدية بشكل كبير وخطير. المغرب استطاع القول أنه حاول خلال مجموعة ديال المبادرات، وأهمها البرنامج النموذجي المعروف بتيسير من أجل دعم الأسر المعوزة من خلال تحويلات مالية مباشرة، شريطة أن لا يتركوا أبنائهم يغادرون حجرات الدراسة. وبالتالي مثل هذه المبادرات هي مبادرات سياسية إيجابية، لكن لا أظن أنها كافية قياسا مع الأرقام والإحصائيات الآن اللي كتبين، لأنه ظاهرة تشغيل الأطفال لا زالت مستشرية في المغرب وبشكل كبير. ربما نقول أن هنا أننا تصدينا ل 20 إلى 25% من هذه الظاهرة، لكن 75% لا زالت قائمة.